السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة أصم الجزائري. الوصفة طلبتوها مني بزاف واللي هما لي دونات بالشيكولا ومزوقين كما يحب الخاطر، جايين منفخين الداخل اسفنجيين ما يشربوش الزيت، والوصفة معتمدة وتبعوها وإن شاء الله بربي يشرح تنجحوا فيها وتحبوا ديروها كمشروع. ثاني طريقة بزاف سهلة وعملية وفي متناول الجميع، وتخدموها ما شاء الله عليكم حتى تخدموها لوليداتكم واحد البنة وواحد الذوق. انا ما قلت قالوا قلت بزاف واللي ذاقها عجبته بزاف بزاف. وما نطولش عليكم ونروح نشوفوا الوصفه. في صحن غامق ونبداو بسم الله على بركه الله. نحطوا فيه كاس ونص نتاع حليب يكون دافي، كاس ونص نتاع حليب تاع 220 مللتر يكون دافي. اكدوا مليح على المقادير نتاع هذا الوصفه كما راكم تشوفوا، ماشي نسرع الفيديو باش تفهموني مليح مليح. بعدها واش راح نزيد لها؟ راح نزيد لها هنايا زوج ملاعق اكل نتاع خميره الخبز، زوج ملاعق اكل نتاع خميره الخبز. بعدها راح نزيد لها ثلاثه ملاعق اكل نتاع السكر، ثلاثه ملاعق اكل نتاع السكر. هذو هما المقادير ان شاء الله تسجلوهم جيدا باش تشفوا على الوصفه تاعنا وتنجح لكم بربي ان شاء الله. هنخلط هذه المقادير اولا مع بعض، راح نخليهم يرتاحوا حوالي واحد ل 10 دقائق حتى تقريبا ربع ساعه، حتى وين تفعلنا هذيك الخميره تاع الخبز تتفاعل شويه مع الحليب هذاك الدافي. وبالاخص كي في فصل الشتاء ماذا بكم ديروا حليب دافي، كي تكونوا في فصل الصيف ديروا حليب يكون عادي ماشي بارد وماشي سخون، لانه في الصيف بالخف الحاجه تخمر. هنا راح نزيد لها زوج حبات نتاع البيض بدرجه حراره الغرفه، وهنا مغرف ونصف نتاع ماكله اللي هو مارغارين، هنا نصف ملعقه اكل نتاع عطر الفانيليا باش تجي ريحتها شابه وبنينه. كما قلت لكم اثنين ملاعق اكل ملعقه ونصف اكل عفوا نتاع مارغارين يكونوا شويه ماشي ذايبه مليح مليح، ونخلطوا كل المكونات مع بعض. هنا راح ندير الفرن تاعي، حطيت كاس اثنين وهذا الثالث، راح نزيدو الكاس الرابع، بعدها راح نزيد الكاس الخامس. بعد من الكاس الخامس راح نزيد هنا تقريب ملعقه صغيره نتاع الملح باش ما تجيناش مسوسه، ونخلطوا كامل المكونات مع بعض ونبداو نعجنوا فيها بهذه الطريقه. شوفوا العجينه هنا راهي مطلوقه زياده يعني ماشي محكومه مليح، زدت لها الكاس السادس ونبدا نلم فيها. هنا ناكد لكم باش العجينه تاعكم لازم تكون شويه طريه، ما تكونش متماسكه بزاف بزاف كما تاع البريوش ولا اي حاجه، لازم تكون شويه طلقه روحها باش على لي دونات تاعكم ولا هذا لي دونات ولا ميني دونات ما تصغروهم ولا تكبروهم يجوكم اخفف لداخل وما يجوش معجنين. هنا زدت كيف كيف مغرف ونصف نتاع مارغارين في الاخير. راح نبدا بعد ما لميت العجينه كما شفتوها طميتها، راح نزيد لها مغرف ونصف نتاع مارغارين بدرجه حراره الغرفه يعني ماشي بارده وماشي سائله، ونبدا نطم فيها. راح تشوفوا العجينه تاعكم باللي بدات تطلق روحها شغل ولات مطلوقه زياده، ولكن ما تخافوهاش بداو تعجنوا فيها لموها لموها حتى تشوفوا العجينه عاودت تماسكت ولات ما شاء الله عليها. شوفوا كيفاش ولات مطاطيه يعني ماشي يابسه بزاف وماشي طلقه روحها بزاف، جايه في الوسط هايله. راح نخليها ترتاح ولا تخمر لمده ربع ساعه، هذاك حوالي ربع ساعه نغطيها ونخليها تريح. انا هنايا تعمدت اني ما نخليهاش ما تفوتش يعني ربع ساعه تقريبا 10 دقائق كان مداها من الوقت فقط، ومن بعد خليتها تخمر. هنا من جهه اخرى جبت ورق الزبده راح نطويه ونقطعه الى مربعات قد هذا المول نتاعي تاع لي صابلي. انا ما عنديش المول الخاص بلي دونات، كان لي مول خاصين بهم يجي فيهم فتحه في الوسط، ولكن انا درت هذا تاع لي صابلي. القطر تاعو 8 سنتيم، جبت البوشون تاع مازهر باش نثقب به في الوسط. ودوك تشوفوا العمليه، هنا حطيت في طاوله العمل، تقدروا ترشوها بشوفرينه من تحت، تقدروا كذلك ما ترشوهاش الا شفتوها ما تلصق لكمش. السمك تاعها يكون حوالي 1 سنتيم ونصف، يعني ما تكونش السمك تاعها يكون رقيق، يكون شويه عالي من 2 سنتيم حتى الواحد ونصف. السمك تاع العجينه تاعكم ما ترقوهاش بزاف باش عليه باش لي دونات تاعكم يجوكم منفخين ويجيكم فشفشين الله الله ويجوا الحبه باينه الله يبارك بهذه الطريقه.
هنا جبت المول تاع الصابلي تاعي وبديت نقطع فيها الى دوائر، يعني نقطعها وندور المول تاعي. هنا حاولوا انكم ما تخلخلوش هذاك المول تاعكم باش علاه باش ما تخسرش لا فورم ولا الدائره تاعكم. هنا جبت البوشون نتاع المزهر ونبدا نثقب فيها ثقوب، نحيد لك العجينه الزائده باش من بعد كي نعود نلف فيها ما تجينينيش وما يعني ما تعطلنيش في الخدمه تاعي. جبت انا عود وبديت نحي في ذاك الدوائر في الوسط، بدي نجيب هذوك تاع ورق الزبده وبدي نحطهم لداخل ونستفهم في الصينيه. راح نخلوها هذين تزيد تخمر للمره الثالثه والاخيره حوالي مده 10 دقائق حتى تشوفوا الحجم تاعها ضعف. ديروا على ما ديروا الزيت تاعكم ما تكونش يعني عايمه بزاف، تكون شويه وتكون سخونه، وبداو حمروا في الدونات تاعكم والنار تاع الزيت اكدوا لها تكون في المتوسط باش علاش باش ما تخطف لكمش الطياب نتاع هاد لي دونات نتاعكم. هنا جبت الشوكولاته تاع بات كلاسي تاع الميزان، ديتها في حمام مائي، ديت لها 3 مغارف نتاع الزيت باش تجيني شويه سائله، وبديت نطلي في هذا لي دونات التوعي. يعني انتم الشوكولاته تستعملوا الشوكولاته اللي حبيتوا، يعني اي نوعيه حبيتوا استعملوها استعملوها كل واحد ومقدوره. انا شريت تاع الميزان اللي تتباع رخيصه اقل يعني اقل سعرا. وهنا زدت كذلك الشوكولاته البيضاء اللي ذوبتها في حمام مائي، 3 معالق نتاع الزيت حوالي 200 غرام نتاع الشوكولاته، ديت لها 3 ملاعق تاع ماكلة نتاع الزيت كي تذوبها باش شويه تطلق روحها. وهنا التزيين يولي اختياري زينو كيما تحبوا انتم، ديروا لها هذيك الفرميسه الملونه، ديروا الكوفريت من الفوق، الكاوكاو والججلان، المهم اللوز ايفيلي كاكاو ايفيلي، واش عندكم زينو من الفوق. يعني التزيين يولي اختياري، تحبوا ديروا كما هكذا سامبل يعني بيوضه وخرج هذا الشكل، خرج شبابه هايل ما شاء الله، وتزيدوا عليه زيكزاك بالشوكولاته السوداء وتزينوها، ولا الحبيبات هذا العقاش الصغير، يعني هنا يكون الشكل اختيار. اللي يحب يديرها كمشروع ويحب يبيع هذا لي دونات تاعكم، هاي تسقام الحبه من 5000 حتى 6000 حتى 7000 للحبه حساب الخساره اللي خسرتوها في لي دونات تاعكم. يعني حتى لي دونات راهو السعر تاعهم يكون غالي، لا هذا الشيء قلت لكم لانها معمره بالشيكولا، وكذلك قلت لكم انها السعر تاعها هذا هو من 6000 الحبه 5000 حتى 7000 للحبه حسب المنطقه اللي راكم فيها. وان شاء الله خاوتي خياتي يكون شهيدكم في الجنه، واللي حب يخدمها لوليداته في الدار يفرح وليداته واهله في الدار، يديرها لقهوه الصباح ولا قهوه العصر، ياكلوها حتى في السهريه. يعني الذوق تاعها ما شاء الله جات لداخل هشيشه طرية اسفنجية، واحد الذوق ما شاء الله عليه. وان شاء الله خوتي خياتي ما تنساوش الدعاء لاخوتنا في فلسطين وغزة، ان شاء الله ربي ينصرهم ويقدرهم ويقويهم ان شاء الله يا رب العالمين. احنا ما علينا الا الدعاء، وان شاء الله ربي يتقبل منا دعواتنا، وان شاء الله ربي ينصرهم ويقدرهم يا رب العالمين. وما تنساوش تهبطوا اسفل الفيديو وتفعل زر الجرس باش يوصلكم كل جديد من وصفات الاسمر الجزائري. ما تنساوش البارطاج والاعجاب والتعليق تاعكم الشابين الرائعين كيما انتم، وشكرا جزيلا جزيلا على الوفاء تاعكم وتتبعكم ليا. طالوا فاتكم بزاف بزاف، واش راكم شاهدكم في الجنه. والبنه دائما انا نقول انا ما قلتش قالوا قلت بزاف. سلام.